كما أعلن وزير الإسكان والمرافق أنه تم تأمين وصلات المياه والصرف الصحي في عدد من المناطق بأسوان، موضحا أنه قد تم تطوير الصرف الصحي في 100 قرية بنسبة 92% من قرى أسوان، ويجري تطوير باقي القرى بالمرحلة الثانية من حياة كريمة. والحقيقة عملنا كمان رصد جوه المنازل للشبكات كمان الداخلية اللي معمولة بمعرفة أهالينا، والحقيقة يمكن رصدنا بعض الحاجات اللي ممكن تكون يعني مش مطابقة نوعا ما للمواصفات، ومع ذلك نزلنا الفرق بتاعتنا أمنت هذه الوصلات كلها بالكامل، سواء تغذية المية أو حتى تغذية أو ترانشات الصرف الصحي اللي موجودة في بعض القرى. زي ما حضراتكم عارفين احنا يمكن يعني في ضوء المبادرة الرئيسية العظيمة اللي خاصة بمشروع حياة كريمة، الحقيقة احنا في محافظة أسوان تحديدا يمكن انتهينا من 101 قرية دعمناهم بالصرف الصحي بالكامل، ودول بيغطوا نسبة حوالي 92% من إجمالي القرى في محافظة أسوان، ومتبقي معانا 16 قرية ضمن المرحلة الثانية، وتم طبعا تدفيع يعني العجل العمل فيهم بشكل كبير جدا، هم ضمن المرحلة الثانية في هذا المشروع.